موجز، أهلا بكم. وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة للولاة والعمال، دعا فيها إلى اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية لتدبير الموارد المائية القليلة، وذلك بعدما دق وزير التجهيز والماء نزار بركة دق ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المائية الصعبة بالمغرب. لفتيت قال في المراسلة إن سنوات الجفاف المتعاقبة أثرت بشكل كبير على احتياطات المياه وأضعفت القدرة على التزويد بهذه المادة الحيوية بشكل خطير، منبها إلى أن ندرة الأمطار هذه السنة والمعدل الحرج لملء السدود ينذر بأزمة مائية كبيرة، مما يستدعي تنفيذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال الموارد الطبيعية من المياه. وزير الداخلية طالب بحظر مجموعة من الأنشطة على رأسها سقي كافة المساحات الخضراء والحدائق العامة وتنظيف الطرق والأماكن العامة باستخدام المياه وملء حمامات السباحة العامة والخاصة أكثر من مرة في السنة. في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش مساء أمس الخميس، قرر متابعة رئيس جماعة بيكودين التابعة ترابيا لإقليم تارودانت في حالة اعتقال بتهم تتعلق أساسا بتبديد المال العام. قاضي التحقيق أمر بإحالة كل من المسؤول الجماعي المعني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وأحد المقاولين على سجن لوداية بمراكش، كما قرر متابعة ثلاثة مقاولين آخرين وتقني بنفس الجماعة الترابية في حالة صراحة مع اتخاذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهتهم وإغلاق الحدود في وجههم إلى حين انتهاء التحقيق. التحقيقات الأولية كشفت أن رئيس الجماعة الترابية بيكودين وعدد من المقاولين كانوا قد تورطوا في مجموعة من الصفقات المشبوهة والتي نجم عنها تبديد أموال عمومية. فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة اليوم الجمعة لتحديد ظروف وملابسات تورط موظف شرطة برتبة مقدم رئيس يعمل بثكنة للأمن الوطني بمدينة الرباط في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية المشتبه فيه. تم توقيفه خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة سلا بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم ضبطه متلبسا بحيازة كيلوغرام ونصف من مخدر الشيرة وكمية من مسحوق الكيف، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات. كما أن عملية التفتيش الموجزة بمنزل المشتبه فيه بمدينة سلا أسفرت عن حجز ما مجموعه 1442 قرص طبي مكونة من عدة أنواع وفئات طبية. أصدر المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى قبل أيام أصدر معلومات مهمة تتعلق بظاهرة جوية كبرى تسمى الاحترار المفاجئ لطبقة ستراتوسفير. المركز توقع أن تؤثر هذه الظاهرة الجوية بشكل كبير على الظروف والوضعية المناخية في المغرب اعتبارا من شهر يناير من السنة المقبلة 2024. كما يمكن لهذه الظاهرة وفق خبراء المركز أن تؤدي إلى اضطرابات مناخية ملحوظة، لا سيما الانحدار القطبي المكثف نحو جنوب أوروبا وشمال غرب إفريقيا، ما يؤثر على المملكة المغربية. قضت غرفة الجنايات بمحكمة النقد بالرباط برفض طلب النقد الذي قدمه فريق دفاع الفنانة المغربية دنيا بطمة للطعن في الحكم الاستئنافي الصادر ضدها. الخبر أثار ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد صدور حكم الاستئناف الذي قضى بسجن دنيا بطمة لمدة سنة بسبب تورطها في القضية المثيرة للجدل حمزة مومبيبي.
المحكمة الابتدائية بمراكش كانت قد أصدرت سنة 2020 حكما بالسجن في 8 أشهر في حق دنيا بطمة قبل أن تصدر المحكمة الاستئنافية حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة ليصبح المجموع سنة كاملة. ويبقى للفنانة دنيا بطمة الحق في التقدم بطلب العفو وانتظار قرار قبوله أو رفضه قبل اعتقالها في الحالة الأخيرة.